بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي، في استكمال لتناول مكونات ملف التصالح في قانون البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل 1 لسنة 2020، وكما سبق أن تحدثنا في حلقة سابقة عن بدائل عدم وجود محضر مخالفة وأهمية هذه الحلقة في هذا الشأن، راجعوها لربط الأفكار مع ما نتناوله في حلقة اليوم، وهي عن كشف رسمي من الضرائب العقارية. وفي حديثنا عن هذا الإجراء وكيفية استخراجه، أي كشف رسمي الضرائب العقارية، وضح في البداية أهمية كشف رسمي الضرائب العقارية، هو أنه تحتاج إليه في كل شيء مرتبط بالعقار. وهنوضح ده إزاي. بتحتاج الكشف الرسمي الضرائب العقارية في قانون التصالح كبديل لعدم وجود محضر مخالفة لإثبات وجود العقار الذي تقدم عنه ملف التصالح، كما ذكرنا في حلقاتنا قبل كده. راجعوا الحلقة دي هتبقى واضحة فيها ليه عايزين كشف رسم الضرائب العقارية، وهتبين تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ الربط بتاريخ الربط الضريبي المربوط على المبنى، كمان في تركيب المرافق للعقار بإثبات شاغل الوحدة المراد تركيب المرافق فيها في حالة عدم وجود مخالفة. بتستخدمه كمستند أساسي في التعامل مع الشهر العقاري والمساحة في تحديد كشف تحديد مساحي عن العقار متعامل عليه. أيضا بتستخدم الكشف الرسمي للضرائب العقارية لأي دعوة خاصة بالعقار أمام المحكمة، حيث تحدد قيمة العقار المتنازع عليه محل الدعوة عن طريق الضريبة المربوطة عليه في الضرائب العقارية، وذلك لتحديد اختصاص المحكمة، وذلك بحساب 500% من القيمة المربوطة على العقار في الضريبة لتحديد اختصاص المحكمة. يعني لو كانت الضريبة 10 جنيه يضربها في 500، يبقى اختصاص المحكمة يا إما جزئي يا إما كلي حسب الاختصاص القيمة للمحكمة، باحتساب قيمة الضريبة مربوطة في 500 المثل. وهو إجراء سهل وبسيط طالما عرفت طريق استخراجه واستخدامه، ولكن على مستوى بساطته على العكس قوة أهميته كما ذكرت الآن. ونتجه الآن إلى طريقة استخراجه. أنت بمنتهى البساطة بتروح الضرائب العقارية الكائن في دايرتها العقار، وتتقدم بطلب رسمي لاستخراج كشف رسمي من الضرائب العقارية، وتحدد في الطلب عنوان العقار تفصيلا إذا كان مبني وإذا كان أرض فضاء بحدودها الأربعة بحري إبلي شرقي غربي، ورقم القطعة اللي بيقع فيها العقار. وإذا كانت أرض زراعية بتوضح الحوض ورقم القطعة وبيان وافي دقيق عن تفاصيل قطعة الأرض وكذلك القرية التي يقع فيها هذا الحوض وقطعة الأرض، وبتحدد الرسوم وبتسددها ومن واقع دفاتر الحصر الضريبي لدى المصلحة. بيفتح الموظف الدفتر والصفحة المقيدة بها العقار ليبحث في مديونية العقار، هل في ضريبة متأخرة من عدم، وإذا كان في ضريبة متأخرة بتسددها، ويتم استخراج كشف رسمي من الضرائب العقارية عن العقار الذي تقدمت بطلب عنه، وكذلك يتم استخراجه لو كان غير مستحق ضريبة عليه. ولكن هناك حالة خاصة، وهي حالة عدم وجود ربط ضريبي أصلا على العقار. وفي هذه الحالة بتتقدم بالطلب وبيتم تحرير خطاب إليك بديل عن الكشف الرسمي موجه للجهة المطلوب فيها، إن كانت المحكمة أو الشارع العقاري أو أي جهة أخرى. هذا الخطاب بتقر فيه الضرائب العقارية أن العقار المعني المقدم عنه الطلب لا يوجد حصر عنه وغير مربوط عليه ضريبة عقارية، وبكده بتكون حصلت على الكشف الرسمي المطلوب عن العقار أو الإفادة بذلك. أعزائي، بعد توضيح الكشف الرسمي وأهميته واستخداماته، أريد أن أؤكد عليه بأهمية تحديد وتوضيح كل شيء في الكشف الرسمي الصادر من صحة الضرائب العقارية، وذلك حتى تستطيع الاستفادة منه
في الاستخدام كمستند، سواء أمام الجهة الإدارية المتعامل معها كما سبق أن أوضحت، أو أمام المحكمة المختصة حسب الأحوال. أعزائي، بذلك نكون قد تناولنا الكشف الرسمي للضرائب العقارية وأهميته في المصلحة التي يستخدم فيه.